اتحاد الكرة أعلن أمس تعيين الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم بعد غياب أو منصب شاغر يعني في اتحاد الكرة بقاله شهور بعد رحيل نيلو فينجادا دون أن يقدم شيء. طبعا بعيد أن نعيد هذه الصفحة مرة أخرى أو نعيد ما حدث فيها، ولكن الآن اسم كبير، اسم محترم، اسم له تاريخ في كرة القدم المصرية وله أيضا نجاحات، الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم معايا عبر الهاتف الآن. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أهلا بيك يا كريم. أهلا بيك حبيبي. الأول ألف مليون مبروك المنصب، في نفس الوقت الله يكون في عونك. جماعة الاتنين مع بعض. بصراحة عشان أبقى أكثر دقة يعني. الله يعني هو طبعا الواحد والله يا كريم والله يعني مش كلام بقى يعني الواحد اي حاجه عشان نخدم مصر الواحد ما بتاخرش بصراحه يعني. صحيح. وده موقف يتحسب للنادي كمان اللي انا كنت فيه لما اتحاد الكوره اتكلموا مع نادي الزد وكانت الموافقه ان يعني ده واجب وطني وحاجه يعني هتبقى في مصلحه اللعبه فما عندناش مانع والناس يعني في منتهى الذوق ونفسنا نعمل حاجه فعلا لبلدنا لان احنا بقالنا فتره كبيره حقيقه يعني النتائج والاداء وحاجات كتير قوي الناس زعلانه. صح. فجي الوقت بقى اللي احنا نشوف ايه الايجابيات والسلبيات ونشتغل عليها لان مش مصر اللي هي تخرج من دور ال 16 يعني. صحيح صحيح.